يقول أولادي يسهرون بالليل وينامون بالنهار وأنا أعطيهم النقود وأعرف جيدا أنهم يشترون بها الدخان فهل أأثم على ذلك؟ بئست التربية هذه، أنت المسؤول عنهم، مسؤول عنهم أبوهم أنه يربيهم على الدين وعلى الطاعة وعلى أداء الصلاة وعلى ترك المحرمات. أما إذا تركتهم ينامون ولا يصلون وعطيتهم الفلوس يشرون بها الدخان، هذه تربية سيئة وأنت المسؤول عنها أمام الله، لأنك ضيعت رعيتك التي استرعاك الله عليها.